لم تحترم عقائدنا فلا احترام لكم بعد الآن. هاني رمزي يوجه رسالة قاسية للمنتخب الألماني. على الرغم من قضائه كل مشواره الاحترافي تقريبا في الملاعب الألمانية إلى أن نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق هاني رمزي وجه رسالة قاسية للمنتخب الألماني على خلفية ما فعلوه قبل مباراة اليابان في كأس العالم بقطر. وخلال التقاط الصورة الجماعية قبل مباراة ألمانيا واليابان في كأس العالم، ونجح المنتخب الياباني في تفجير مفاجأة من العيار الثقيل وتغلب على منتخب الماكينات الألمانية بنتيجة 2-1 لصالح اليابان. وكتب هاني رمزي خلال الساعات القليلة الماضية عبر حساب الشخصي على موقع تويتر: إن لم تحترموا عادتنا وثقافتنا وعقائدنا فلا احترام لكم بعد الآن. مبروك للمنتخب الياباني. وقد أثار ما فعله المنتخب الألماني انتقادات قوية في الشارع المصري والشارع العربي. عزيزي المشاهد، لا تنسى لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. مع أجمل ورائي تحياتي وتحيات أسس الثقافة ومعلومة. تابعونا